في ملفنا الأول. بعد تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية اغتيال من الجو بالقرب من مدينة جنين والتي استهدفت 3 فلسطينيين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تقوم بتغيير المعادلة باستمرار، وهذا ما فعلته في العملية الأخيرة في غزة وكذلك في جنين. الخطوات الإسرائيلية في الضفة تقلق الجانب الأمريكي، ودفعت مستشار الأمن القومي ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي لمناقشة منع التصعيد الأمني في المنطقة خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. إذن كيف يمكن قراءة عودة إسرائيل لتنفيذ اغتيالات من الجو؟ وهل نحن نتجه نحو انتفاضة جديدة؟ نناقش بعد هذا التقرير. تماما كما تغيرت الصورة، غيرت الصواريخ التي أرسلتها مسيرة إسرائيلية نحو سيارة تستقلها خلية مسلحة فلسطينية قرب جنين قواعد اللعبة شمال الضفة. فأول اغتيال من الجو منذ 17 عاما، تريد إسرائيل منه إرساء معادلة جديدة لإعادة الردع أولا ولحماية جنودها ثانيا، جنود باتت العمليات البرية تشكل خطرا عليهم بعد إلحاق الضرر بآلياتهم المحصنة أول أمس في جنين. مصدر أمني إسرائيلي ذكر أن قرار إعادة الاغتيالات في الضفة جوا اتخذ مباشرة بعد محاولة مسلح جنين اجتياز الخط الأحمر، إطلاق قذائف صاروخية باتجاه العمق الإسرائيلي، إلا أن الاغتيال من الجو يعتبر أيضا اجتيازا للخطوط الحمر من جانب الفصائل. فالجهاد الإسلامي هدد بعد ضربة مروحية الأباتشي في جنين أن العودة إلى إدخال الجو في معادلة تصعيد الضفة سيدفعه والآخر إلى إدخال أسلحة جديدة. فما هي تلك الأسلحة الجديدة؟ إن كانت القذائف الصاروخية أو العمليات الانتحارية، ففي الحالتين نتجه إلى عسكرة شبيهة بالانتفاضة الثانية عام 2000 ومشهد الحافلات المدمرة الذي يدمر الذاكرة الإسرائيلية إلى اليوم. إلا أن تلميح الأمن الإسرائيلي إلى أن الاغتيال الجوي في جنين لن يكون الأخير يبعث الانطباع أن إسرائيل تخلت عن سياسة الاقتحامات البرية واستعاضت عنها بالجو، أمر قد يؤدي إلى استنساخ تجربة غزة في جنين للقاسم المشترك بينهما غياب السلطة الفلسطينية والسيطرة عليهما من قبل جماعات مسلحة. ولنقاش هذا الملف ينضم إلي من رام الله الوزير الأسرى الفلسطيني السابق الأستاذ أشرف العجرمي، أهلا بك. ومن عمان الخبير العلاقات العربية والدولية الأستاذ عمر الرداد، وهنا معي في الاستوديو مسؤول سابق في الشباك الأستاذ عدي كرمي. أهلا بكم جميعا، ودعوني أن أبدأ معك أستاذ عدي. أستاذ عدي، كيف يمكن قراءة هذه الخطوات الإسرائيلية غير المسبوقة يمكن القول وعودة الجيش لتنفيذ اغتيالات من الجو برأيك؟ عمليا ما نشهده أن إسرائيل ترفع مستوى الأدوات التي تستخدمها. منذ 17 عام إسرائيل لم تقم باغتيال من الجو، ولكن بما أننا نرى أن السلطة الفلسطينية فقدت سيطرتها في منطقة جنين ولا تقوم بمنع العمليات الإرهابية ولا تعتقل ولا تمنع العمليات، فنحن نرى أنه حينما تنتقل الخلايا الإرهابية لاستخدام المواد المتفجرة وتستمر العمليات وقتل الأبرياء، دولة إسرائيل تقرر رفع المستوى في الأداء. هذا لا يعني أنها ستستمر في العمل في كل مكان وفي كل وقت وتضرب أشخاص كل غايتهم قتل النساء والأطفال والأبرياء. هذه ليست الطريق للحصول على إنجاز عسكري أمام في مواجهة دولة إسرائيل. ليس هذا ما سيجعل دولة إسرائيل أن تنسحب أو أن ترضخ بطريقة أو بأخرى. حينما يزداد الإرهاب أيضا معالجة الإرهاب وإسرائيل الجانب الإسرائيلي يرتقي درجة أيضا. ولكن أستاذ عدي، هناك من يتساءل ما الرسائل الموجهة من قبل الجانب الإسرائيلي إلى الفلسطينيين من خلال تنفيذ هكذا نوع من الاغتيالات عبر الجو؟ لأن هناك من يقول أن كان بإمكان الجيش تنفيذ هذا الاغتيال يعني كالمعتاد دون أن يتم بالفعل عبر الأجواء.
هذا سؤال مفتوح للتحليلات. هناك سببان أساسيان. الأول أنك تسعى للتصفية بواسطة جنود في البر، يمكن للقوى العسكرية أن يتم استهدافها كما حصل قبل 3 أيام في جنين. تم اعتقال مطلوبين، إرهابي من حماس وإرهابي من الجهاد الإسلامي، وفي عملية الانسحاب أصيب 5 جنود. حينما تضرب من الجو وتقتل 3 قتلى إرهابيين أرادوا قتل مدنيين، أنت تقوم بقتلهم دون أي احتكاك وتبادل إطلاق نار، فأنت تظهر أن لدولة إسرائيل لديها قدرات أكبر من قدرات المخربين. ومن ناحية ثانية أنت تمتنع عن المس بالجنود. هذه الرسالة، وأمل أن تنتقل هذه الرسالة إلى الطرف الآخر، أنه لا يوجد وجه للمقارنة بين موازين القوى. دولة إسرائيل تعرف كيف تواجه دول عظمى. مواجهة الإرهابيين ليست صعبة. سأعطي رقم. جهاز الأمن العام الشباك قام منذ العام 2000 بدأ هذا العام إحباط أكثر من 300 عملية إرهابية. اعتقلنا مئات المخربين، عثرنا على قطع سلاح. أكثر من 300 عملية نار تم إحباطها، واعتقال مخربين أرادوا إرسال انتحاريين اعتقلوا. حينما يجب الجمهور الفلسطيني أن يعرف وضعه، لا يوجد في العالم أي مثيل لنسبة العمليات التي يخطط لها الفلسطينيون، لا مثيل لهذا في العالم. للأسف الشديد غالبية الضحايا هم من الشعب الفلسطيني، ودولة إسرائيل تريد أن تمتنع عن قتل الأبرياء من أي جهة. هذه سياسة قدسية الحياة. لربما أيضا هناك تفسير لماذا بالفعل لدى الجانب الفلسطيني هناك يعني العديد من المحاولات، ولكن سنتوسع في هذا لاحقا. الأستاذ أشرف، يعني بالفعل نرى تغيير في المعادلة في هذه المرحلة، التغيير من قبل الفلسطينيين ومن قبل قدراتهم، بالإضافة إلى التغيير الجانب التكتيكي للجانب الإسرائيلي وللجيش الإسرائيلي. كيف تقيم الوضع في هذه المرحلة؟ باعتقادي أن استمرار المواجهة، استمرار الاحتلال والسياسة الإسرائيلية العدوانية والاستيطان وعمليات الاجتياح والقتل يقود الفلسطينيين إلى التفكير بأنه لا توجد طريق أخرى للتخلص من الاحتلال سوى استخدام أشكال المقاومة المختلفة ضد هذا الاحتلال. نحن في واقع لا يوجد فيه أي أفق سياسي أو أي إمكانية على الإطلاق للحوار السياسي مع الحكومة الإسرائيلية القائمة التي تريد ضم الضفة الغربية، وبالتالي عندما لا يكون هناك أفق سياسي، وعندما السلطة الفلسطينية تفقد السيطرة بسبب الاجتياحات الإسرائيلية بسبب عدم وجود هذا الأفق، من الطبيعي جدا أن تفكر فصائل المقاومة في الطريقة الأكثر إيلاما لإسرائيل، طالما أن إسرائيل تقتل الفلسطينيين بشكل يومي ومنهجي طوال الوقت. وبالتالي ما حصل في جنين هو تطور نوعي في تفكير الفصائل الفلسطينية في مواجهة إسرائيل، وأنا أعتقد أنها مسألة وقت، وستكون هناك مناطق في الضفة الغربية بالضبط كما حصل في قطاع غزة. والتفجير الذي حصل في جنين يذكرنا بالتفجير الذي حصل في شباط 2002 في دبابة المركبة في قطاع غزة، وبالتالي هذا مسلسل يعيد تكرار نفسه. والفشل الإسرائيلي الذريع بأنهم لم يقتلوا روح المقاومة لدى الشعب الفلسطيني، وأن الاحتلال الإسرائيلي لا يتم إنهاءه للأسف إلا بطرق إما تدخل دولي جدي وفاعل، وإما بطرق مقاومة عنيفة كما حصل في لبنان، وكما حصل في خلال سيناء بعد حرب 73، وكما حصل في غزة في عام 2005. للأسف هذا النموذج الذي تقدمه إسرائيل للشعب الفلسطيني، ولا يوجد نموذج سلمي آخر تقدمه إسرائيل على الإطلاق. إسرائيل لا تطرح للفلسطينيين حل الدولتين والانسحاب من الضفة الغربية وتمكين الشعب الفلسطيني من أن يحصل على حقه في تقرير مصير وإقامة دولته. وبالتالي الفلسطينيون، ولدينا الآن في استطلاعات الرأي غالبية تفوق 70%، يعتقدون بأنه لا وسيلة للحديث مع إسرائيليين سوى المقاومة العنيفة. يعني هل يمكن القول أننا أستاذ أشرف في ظل هذه المعطيات نتجه بالفعل نحو انتفاضة جديدة؟ بالتأكيد نحن في مرحلة مواجهة، وهذه المواجهة تزداد يعني تعقيدا وصعوبة وتكثيفا خلال سواء الأشهر، يعني من 2 وطالع الآن الأمور تتجه نحو المزيد من التصعيد وعمليات الاغتيال من الجو
ربما تخدم إسرائيل فإنها تقتل مزيد من الفلسطينيين بدون أضرار، ولكنها ستدفع الفلسطينيين للتفكير. هم نحن لا نقتل الفلسطينيين، نحن نقتل المخربين الذين جاءوا ليقتلوا الأبرياء. نحن لا نقتل الفلسطينيين. أنا لا أستطيع أن أسمع هذا الأمر. دولة إسرائيل تغتال فقط من يحاول ضربها. نحن لا نضرب لا الأطفال ولا النساء. سأعطيك حق المسؤول عن إيذاء المدينة المخربين. لو سمحت لا يمكن أن نستمع والمشاهد أن يفهم بهذه الطريقة. سأعطيك أن تعقب على كل ما سوف يطرح هنا. أستاذ أشرف باقتضاب لو سمحت أكمل الفكرة. يعني أقول بأن الطريقة التي تتعامل فيها إسرائيل مع طموحات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة طريقة تقود إلى العنف، فقط العنف. عندما يستمر المستوطنون، الذي حصل في أكثر من 10 قرى في الضفة الغربية هو عمليات جرائم حرب. وصلت الفكرة أستاذ أشرف. تحت عين الجيش. نعم. في ترمسعية واللبن الشرقية والسوارة وغيرها. نعم أستاذ أشرف وصلت الفكرة. سنستمر في هذا بعد قليل لو سمحت. أستاذ عمر، يعني إدانات وقلق عربي مما يحصل في الضفة الغربية، ما هو موقف الأردن وكذلك موقف الدول العربية؟ مساء الخير لك وضيفيك. الدول العربية اليوم تقف موقف صحيح هو يدور في إطار الإدانة والاستنكار لما تقوم به إسرائيل، إذن الخلافات عميقة. ويجب أن نتذكر اليوم ونتساءل أين وصلت اتفاقات إبراهام على سبيل المثال مع دول الخليج، أين هي حدود العلاقة مع الأردن ومع مصر، وكيف تجري الأمور على صعيد السلام وعلى صعيد الاتفاقيات الاقتصادية والاتفاقيات الأمنية والعسكرية وغيرها من اتفاقيات. اليوم حتى أقرب المقربين والمؤمنين بالسلام من الدول العربية لا يستطيعون استقبال بن غفير أو استقبال سموريتش أو غيره من وحتى بنيامين نتنياهو. نعم نعم، أعتقد اليوم الأزمة إسرائيلية داخل إسرائيل أكثر مما نتخيل نتيجة اليمين. هذا اليمين المتطرف هو الذي جعل هذه الصورة صورة العنف والعنف المضاد بهذه الصيغة، وأنا لا أساوي بين العنفين، إذ أنه كما قيل قبل قليل أن إسرائيل صحيح تطور إمكانياتها والميزان القوى والميزان العسكري لا أحد يناقش بأنه يميل لصالح إسرائيل. لديها دبابات وطائرات وسلاح جو، وهذا ما لا يتوفر لدى المقاومة الفلسطينية. لكن يجب أن لا ننسى أن المقاومة الفلسطينية اليوم الحقيقة أنها تبتكر أساليب نضالية وأساليب مقاومة ومواجهة مختلفة حسب ما يتطلبه الظرف. يعني اليوم نجد على مدى الشهرين الماضيين أن العمليات الفلسطينية كانت تتراوح بين استخدام مسدسات أو استخدام بنادق ميم 16، ثم ذهبنا إلى جنين هذا الأسبوع عبر العبوات الناسفة، وهي طريقة جديدة حقيقة، وهي التي دفعت إسرائيل أعتقد لاستخدام موضوع الطائرات المسيرة بهذه الصيغة نتيجة خلافات داخلية أصبحت مكشوفة بين الجيش والحكومة وخاصة مع المتطرفين الذين يريدون اجتياح مناطق الضفة الغربية. باختصار الموقف العربي اليوم يذهب إلى الحليف الأمريكي بالدرجة الأولى، يطلب منه ممارسة الضغط، وأيضا أمام الدول العربية أفق آخر عبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية. يضاف إلى ذلك الحقيقة أنه هذا الجمود أو هذا الدفء بالعلاقات الإسرائيلية التي ربما يحاول نتنياهو الترويج لها للقفز عن الواقع الفلسطيني، بما فيها حتى محاولة عنوان التطبيع مع السعودية اليوم مطروح كعنوان، لكن واضح أنه كم يصطدم
هذا التطبيع بالعديد من ورأينا اليوم أيضا أستاذ عمر البيان الذي خرج من السعودية الذي استنكر كل ما يحصل في الضفة الغربية. ابقى معي لو سمحت أستاذ عادي. يعني بالفعل بعد ما تفضل به أستاذ عمر بعد لجوء الفلسطينيين إلى استخدام تكتيك جديد نتحدث عن عبوات ناسفة كما رأينا قبل أيام، ونعلم أن هناك أيضا محاولات لبناء منصة قذائف للصاروخية في الضفة الغربية، إلى أي مدى بالفعل يمكن أن يقوم الجيش في عملية عسكرية واسعة في هذه المرحلة في الضفة الغربية؟ علي أن أقول أن الخطاب الذي نسمعه هنا من الضيوف الكرام يوجد فرق كبير. نحن دولة ديمقراطية، دولة قانون. إن كان يهود ذهبوا لحرق الممتلكات في القرى العربية نحن ندين هذا وأطالب باعتقال هؤلاء بعد محاكمتهم. لن أؤيد أبدا لا أي عمل إجرامي أو عمل إرهابي لا من قبل يهود ولا من قبل العرب. لذلك كل توجه الانتفاضة ضد مواطنين أبرياء والدخول إلى محطة وقود ومطعم وإطلاق النار على الناس هذا أمر غير منطقي، وهذا يضعف الفلسطينيين. الفلسطينيون لن ينتصروا علينا أبدا بهذا الأسلوب. نحن لا نتأثر من تطور قدرات الفلسطينيين، نحن نسعى للحياة، نحن سنحمي أنفسنا. ما تقوم به دولة إسرائيل هي أنها تحمي نفسها، هي تغتال 3 قتل إرهابيين أرادوا قتل أبرياء. ما تتوقعتم منا؟ لا يوجد أي طريق في العالم أن ينتصر علينا بالقوة. إن أردتم تغيير المعادلة، معادلة ما يحدث في الضفة الغربية هو يسميه إرهاب. أنا والدي الذي قاتل هنا في عام 48 يرى دولة إسرائيل أنها جزء من أرض إسرائيل الكبرى. هناك فرق، نحن لم نحتل الخليل. الخليل هي بلد أبائنا، يوجد فيها الحرم الإبراهيمي، وأفهم أنه لا يقبل ذلك، ولكن في الحرب لن يحصل على أي شيء. ليس لأننا أقوى بل لأننا أكثر تصميما. نحن نقدس الحياة، نحن بنينا هنا دولة هي دولة رائدة في التكنولوجيا تتطور، لأننا نفكر على الحياة. لن أرسل ابني ليفجر نفسه، سأرسل ابني ليحمينا. لن أرسل ابني لقتل مدنيين في مطعم ومحطة وقود، ولكن سأرسله لقتل مخربين. كل عبارة المقاومة هذا تحريض. ولكن نعلم أن المعطيات في الأرض مختلفة عما تتحدث عنها، وفي ظل هذا أعود وأكرر سؤالي، إلى أي مدى يمكن أن نشهد بالفعل عملية واسعة في هذه المرحلة في الضفة؟ أعتقد أن دولة إسرائيل تعمل بشكل دقيق ومحدد. إن كانت هناك منطقة مثل بلدة معينة أو قرية أو حي في مدينة أو في مخيم لاجئين يبدأ في تطوير العبوات الناسفة أو القذائف الصاروخية كما حاولوا قبل شهرين، تم اعتقال خلية خططت لبناء قدرات صاروخية. إسرائيل لنقولها إسرائيل ستمنع ذلك. لا مصلحة لنا بإدارة حياة الفلسطينيين المدنية. لا نريد احتلال المدن وإدارة حياة الفلسطينيين الاقتصادية والتعليمية. نحن نريد أن نسمح لهم بأن يعيشوا حياتهم، لكن علينا أن نفهم سنطارد كل خلية إرهابية في كل مكان وفي كل وقت لمنع ضرب مدنيين وأبرياءنا. أستاذ أشرف، يعني إسرائيل بالفعل ترى أو تقول أن السلطة الفلسطينية فقدت بالكامل السيطرة في شمال الضفة الغربية في جنين ونابلس، وربما هذا سيدفعها إلى توسيع العمليات هناك في شمال الضفة. ما الخيارات أمام السلطة في ظل هذا الوضع وفي ظل عدم وجود أي أفق سياسي في هذه المرحلة؟ ويبقى السؤال، إذا بالفعل السلطة الفلسطينية فقدت السيطرة بالكامل في الشمال في شمال الضفة، أم إنها هي يعني تريد غض البصر عن ما يحدث هناك؟ في الواقع إسرائيل لم تبقي للسلطة الفلسطينية شيء. يعني السلطة الفلسطينية قامت كمشروع انتقالي المفروض أن يؤدي إلى دولة فلسطينية في أيار عام 1999. نحن الآن بعد ذلك بأي حوالي يعني 16 عاما أو 15 عاما، لا 25 عاما بعد ذلك التاريخ. نحن نتحدث الآن ويتحدث ضيفك قبل قليل بأن الخليل مدينة حق لليهود. نحن لدينا حقنا في يافا
وحيفا وعكا كلها مدن فلسطينية، عمره ما كان فيها يهود بالمرة، عمره ما كان في يهود في عكا، ولا كان يهود في حيفا، ولا كان يهود في الرملة، ولا كان يهود في على شط البحر، ولا كان كل هذا كان مدن فلسطينية، والخليل مدينة فلسطينية. هل تريد أن تعرف ما الذي كان هنا قبل 3000 عام؟ لا أعطتكم ما لا تملك. إيه بريطانيا؟ نحن 3000 سنة. نحن هنا منذ 3000 عام. أستاذ عدي. نحن هنا أيضاً قبلكم وبعدكم. طيب أستاذ أشرف، نتحدث عن هذه المرحلة. سنفرض حقوقنا. هذا لا إشي بين خالد. طيب. لا إشي. دون شخصنة الأمور، دون شخصنة الأمور. أستاذ أشرف. هذا ليس نقاش خاص. فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، السلطة الفلسطينية لا تستطيع أن تعيد الأمن طالما لا يوجد أفق سياسي. طالما لا تستطيع إقناع الشعب الفلسطيني بأن هذا الاحتلال زائل وأن هذه السلطة مؤقتة، الآن إسرائيل تثبت لنا في كل يوم بأن الجوهر السياسي الإسرائيلي هو ضم الضفة الغربية، كما يتحدث ضيفك الخليل ونابلس وجنين بدهم كل شيء، وعندما يكون كل شيء ستتحول السلطة الفلسطينية مع الشعب الفلسطيني، سنعود إلى نفس المربعات الأولى. من يحلم أن السلطة الفلسطينية ستقف ضد الشعب الفلسطيني عندما لا يكون هناك حكومة إسرائيلية تتحدث بالسلام وتتبنى حل الدولتين؟ واهم، أبناء القيادة الفلسطينية وأبناء الأجهزة الأمنية هم جزء من الشعب الفلسطيني، لن يسمحوا بأن تحرق منازل المواطنين في قرية درب السعية ويقتلوا، ولن تسمح بحرق حوار، ولن تسمح بحرق لبنان الشرقية، ولن... هذا كلام تافه وليس ما له معنى طالما أن الشعب الفلسطيني يتعرض للتنكيل. من مهمة السلطة الفلسطينية الحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني وحمايته، وعندما إسرائيل لذلك يذهب الفلسطينيون للقتل الأبرياء، السلطة الفلسطينية تتصرف بشكل مختلف تماما. يعني يمكن القول أستاذ أشرف أن الوضع الحالي يصب في مصلحة السلطة الفلسطينية؟ ما يحدث من تصعيد؟ الوضع الحالي لا يصب في مصلحة أحد سيدتي، الوضع الحالي لا يصب في مصلحة أحد، الوضع الحالي يقودنا جميعا إلى دوامة العنف، يقودنا إلى مواجهات، يقودنا إلى خسائر بشرية كبيرة، لن يكون هذا لا في صالح الفلسطينيين ولا في صالح الإسرائيليين. الشيء الوحيد الذي يمكن فعله هو ذهاب العملية السياسية خلق أفق سياسي جديد وإعادة الأمل للفلسطينيين. نعم أستاذ أشرف. تستطيع السلطة الفلسطينية إقناع الشارع بأنه هناك شيء يمكن الانتظار ويمكن الذهاب. نعم أستاذ عمر، أستاذ عمر، يعني باقتضاب الخطوات الإسرائيلية مؤخرا رأينا أنها لربما حركت قليلا الدول العربية، رأينا أن المغرب ألغى انعقاد منتدى النقب على أراضيه، برأيك إلى أي مدى بالفعل يمكن أن نرى من قبل الدول العربية خطوات أوسع تجاه إسرائيل في ظل استمرار هذه السياسة ضد الفلسطينيين؟ باقتضاب لو سمحت. أعتقد أن هناك فهما إسرائيليا مغلوطا سواء ما يتعلق باتفاقات إبراهيم أو حتى الاتفاقات قبل ذلك مع الأردن ومصر بما يتعلق باتفاقات السلام. لا تستطيع أي دولة عربية اليوم الحقيقة أن تمضي بعلاقات سلام عميقة ووثيقة مع الجانب الإسرائيلي دون تقديم الجانب الإسرائيلي حلول وبرامج سياسية حقيقية تحل المشكلة الفلسطينية، بمعنى أن هناك نزاع فلسطيني إسرائيلي، هذا النزاع تاريخي. إسرائيل عندما قدمت على اتفاق أوسلو حقيقة جرى هذا التوافق مع الدول العربية وأشيعت أجواء من إمكانية تحقيق السلام. العرب اليوم الجميع حتى الممانعة العربية يتفقون على موضوع حدود عام 67 ومفهوم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس. يبدو أن المشكلة متعمقة لدى الجانب الإسرائيلي، وأعتقد أن ما يحدث خلال الأشهر الماضية من تصعيد ومن عنف من قبل الطرفين. نعم أستاذ عمر، للأسف لم يتبقى لي الكثير من الوقت وأريد أن أعطي تعقيب أخير للأستاذ عدي، تفضل بجملة أخيرة.
نحن لدينا تجربة مع الفلسطينيين منذ 100 عام من الإرهاب. سمحنا وانسحبنا ونرى ما الذي يحدث في غزة حيث لا يوجد يهودي وإسرائيلي في غزة. بدل من الاستثمار في التربية والتعليم والاقتصاد تحويل غزة إلى سنغافورة حولوها إلى عاصمة إرهاب في شرق الأوسط. لذلك نحن سنثق ونستند فقط إلى نفسنا. لن أخوض هنا في نقاشات حول أرض من هذه، لكل واحد روايته، ولكن بواسطة الإرهاب وقتل الأبرياء لن يحصلوا الفلسطينيون على أي مليمتر. لم يتبقى لي الوقت. مسؤول سابق في الشباك الأستاذ عدي كرمي، شكرا جزيلا لك. من رام الله وزير الأسرى الفلسطينية السابق الأستاذ أشرف العجرم، شكرا جزيلا لك. ومن عمان خبير العلاقات العربية والدولية عمر رواداد، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، فصل قصير ونواصل هذا المساء، ابقوا معنا.